Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. بإطار السياسة المثيرة للجدل اللي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بداية عهده، سمحت المحكمة العليا الأمريكية بدخول أمر ترامب حظر السفر على مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة حيز التنفيذ بشكل كامل، وهيدي الدول هي إيران، ليبيا، سوريا، اليمن، الصومال وتشاد، الأمر اللي حيكون له تداعيات عديدة على علاقات أمريكا مع هيدي الدول. هذا القرار أول شيء بيقدم صورة سلبية عن السياسة الأمريكية تجاه هذه الدول، لأنه عم بيتم أخذ المواطنين بجريرة السياسات. فهذه بغض النظر عن مشكلة هذه الدول إذا كان لديها مشاكل، هذه عم بتسيء للمواطنين يعني بشكل خاص، ويعني بتقدم نموذج سلبي عن السياسات الحكومية، وإن كان هذا ليس غريبا على ترامب. واجه هيدا الحظر من لحظة الإعلان عنه طعون قضائية منفصلة قاضتها ولاية هاواي والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، فاعتبروا أنه هيدا القرار بينطوي على تمييز ضد المسلمين بانتهاك للدستور الأمريكي. بيقدر أي قضاء أي قاضي بأمريكا بيقدر يغير له ويقول له هيدا غير دستوري ومخالف للقانون الدولي، لأنه أنت عم تفرق بين دول وغيرها. وبوقت عم يطمح ترامب من خلال هيدا القرار للحد من تصدير الإرهابيين من هيدي الدول لبلده وتعزيز الأمن، رح تزيد حالات التطرف والعمليات الإرهابية بهدف الانتقام من هيدا القرار بحسب ما اعتبر قصير. بتعزز أنا برأيي هيدي يعني اتجاهات التطرف بهذه الدول، يعني عندما يكون هناك انتقام من مواطن ومنعه من الدخول إلى هذه إلى أمريكا، هذه راح تنعكس سلبا، بصير هذا المواطن عنده قابلية أكثر اتجاه نحو التطرف كرد فعل. وعن تأثير هذا القرار على المصالح الاقتصادية المشتركة، على قد المصالح راح تتأثر شوي، بس المصالح الشركات الأمريكية راح تضل تشتغل إلا إذا طلع حظر يعني أوفيشال حظر نهائي بيقول ممنوع والدول أي شركة أمريكية تتعامل أو بتبيع أو بتعمل شيء بتصدر لهالما، ففي عليها حظر وفي عليها عقوبات. فهل هيدا بعد ما صار؟ وبطبيعة الحال رح يكون في ردة فعل مضادة من قبل الدول اللي تم حظر سفر مواطنيها للولايات المتحدة. ممكن بعض هالدول تعمل إجراء مضاد كمان بمنع المواطنين الأمريكيين من دخولها. مما لا شك فيه أنه التوتر بالعلاقات السياسية بين أمريكا وهيدي الدول أثر بشكل كبير على اتخاذ هيك قرار وتصويب الحظر على دول محددة دون غيرها، على الرغم من أنه في كتير من الدول التانية عم بتعاني أمنيا وطلع منها إرهابيين، لكن ما شمل الحظر. محمد زهوي، تلفزيون نشرة.